تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبرعاية دكتور نيوتريشن. في هذا البرنامج طبعا نحاول نقدم لكم المعلومة الطبية بطريقة سهلة وبسيطة جدا مع الدكتورة ندى الملة. صبحك الله بالخير دكتورة. صبحكم الله بالنور والسرور، صباح الخير في هاليوم يوم الأربعاء إن شاء الله، باجي من الزمن يوم فقط للخميس الونيس غدا، واليوم يوم خامس يوم رمضان. ما شاء الله رمضان يطير محمود، ما تمنى شيء والله، حركات شواب أول لما يقول رمضان يطير رمضان خلص، باقي وايد على رمضان، تونا ما دخلنا العشرة الأواخر، يوم يخلص رمضان من الحسود محمود قاعد أقول له يطير، يقول هي ما شاء الله زين، هي ما باقي وايد، يقول لي قول ما شاء الله زين زين، ما أدري شو خاصة، بس قولي سؤال المسابقة يلا. أشوف أذكركم أرقام التواصل معنا، الاتصال على 600-55-1414 ورسائل نصية على 4006، وموجودين لايف على أكاونت نور دبي على الانستغرام. وسؤال مسابقتنا رمضانية لليوم، ما هي المشاكل الأكثر شيوعا مع أسنان الأطفال؟ الجواب الأول تسوس الأسنان، الجواب الثاني نزيف اللثة، أم الجواب الثالث الصبغات على أسطح الأسنان. ارسلونا رقم الإجابة الصحيحة على 4006 فقط مع أسماءكم الثلاثية، لا ترشون على الانستغرام، ما نسحب أرقام الإجابات من الانستغرام. ليش؟ أنا عندي عادي، أنت تقول لا لا، ولأن في عندنا مسابقات ثانية على حساباتنا في وسائل التواصل الاجتماعي، ممكن تتعرفون على هذه المسابقات عن طريق زيارة حساباتنا اللي هي DHA_Dubai DHA_Dubai في الانستغرام تويتر والسناب شات، وأنا حاول من الصبح أدخل على السناب شات مال الهيئة ما قدرت، لكن إن شاء الله تضبط معانا. عموما دكتور شو الرقاد وياك؟ والله أنا شوف، أنا صراحة محمود في رمضان وخارج رمضان دياية كلها نام من وقت ما أسهر. كيف ما تسهرين؟ أنت تطرشين مسجات في الليل الساعة ما أدري كم، هاكون راقدة ونشيت. أوكي، يعني أولنا عاد على يبين ترى على الواتساب، أحاول أكون. أنت تراقب الواتساب مالي؟ ما أراقب الواتساب مالك، بس الطرشين يبين متى مطرشة، يبين. بس لا أنا ما أسهر، يعني أنا أبدا لا أستحمل السهر، دائما أنا بدري في رمضان وخارج رمضان. قلنا محمود ليش تسألني عن النوم؟ انزل يقول لك قلة النوم تزيد احتمال من احتمال الوفاة المبكرة. هاي استريح عمري طويل. يقول لك أكد أطباء أمريكيون أن قلة النوم تزيد من احتمال الوفاة والإصابة بأمراض خطيرة كالسكتة الدماغية عند مرضى القلب. وخلال المؤتمر الأخير لجمعية أمراض القلب في الولايات المتحدة، أكد الأطباء بأنهم ينصحون مرضى القلب والسكر بالنوم لست ساعات في اليوم الأول على الأقل، فقلة النوم تزيد من احتمال إصاباتهم بالسكتات الدماغية بمقدار مرتين مقارنة بالأشخاص الأصحاء الذين ينامون أكثر من ست ساعات في اليوم. وأكدوا أنهم توصلوا لتلك الاستنتاجات بعد دراسات أجروها على مدى 16 عام شملت 1344 شخصا بالغا. بديت عبث في الاستوديو. انزين، شملت 1344 شخص بالغ تتراوح اعمارهم ما بين 42 و49، حيث كان
قرابة 39 منهم عرضة لخطر الموت المبكر كونهم يعانون من ارتفاع معدلات السكر والضغط وزيادة الوزن. ومع انتهاء مدة الدراسة لوحظ أن 22% من هؤلاء الأشخاص توفوا، حيث اتضح بعد مراجعة سجلاتهم الطبية أنهم يعانون من الأرق وينامون لأقل من 6 ساعات في اليوم، كما لوحظ أنهم كانوا أكثر عرضة بمرتين من باقي الأمراض للإصابة بالسكتة الدماغية. وأشاروا معدو الدراسة إلى أنهم لاحظوا في السنوات الأخيرة أن غالبية الأمريكيين يولون معظم الوقت للعمل والاهتمام بالشؤون المنزلية والعائلية، الأمر الذي قلل من معدلات نومهم ورفع من نسبة إصابتهم بأمراض القلب والشرايين. انت كم ساعة تنام محمود في الليل؟ الحين في رمضان؟ هي. والله تبغين الصدق ارقد عقب صلاة الفجر. وتي الدوام الصبح؟ وانش الساعة 7:15 وهي الدوام. يعني 3 ساعات تنام او ساعتين تقريبا. ايه بس اطلع عقب الدوام ارقد. ها ترقد كم ساعة بعد الدوام؟ بعد تقريبا 3 ساعات. يعني توتالي 6 ساعات تاخذ. هذا بس في رمضان. خارج هو غلط رمضان. انا ادري انه غلط بس الوضع ما دام قلت عرفت انه غلط خلاص ما بقول لك شيء، بس بعلق على الدراسه. علقي يلا. انزين طبعا الدراسه تتكلم عن اهميه النوم عن مرضى القلب، بس احنا دائما دائما لاحظوا لما نتكلم عن اي نظام صحي دائما نقول اخذ ساعات كافيه من النوم. ليش؟ خلال النوم شو اللي يستوي؟ الجسم يبدا يجدد نفسه، الخلايا تبدا تتجدد، هرمونات وانزيمات معينه تفرز خلال الليل. فمثلا في الاطفال هرمون النمو يفرز خلال الليل، احنا الكبار في هرمونات وانزيمات معينه وعمليات معينه تتم خلال الليل، فالنوم جدا جدا مهم. في رمضان وخارج رمضان لازم نحافظ على النوم على الاقل 6 ساعات خلال الليل. ترى الليل النوم الليل امهاتنا شو كانوا يقولون؟ نوم الليل لا يعوضه نوم النهار، يعني حتى لو تنام في النهار 2 أو 3 ساعات تحس ما أخذ كفايتك من النوم مثل نوم الليل، لأن حتى الإنزيمات والهرمونات اللي المفروض تشتغل خلال الليل ترى ما تشتغل خلال النهار. محمود ضروري لما ننام خلال الليل ترى لازم تكون الغرفة معتمة، يعني في ناس تنام وإضاءة مفتوحة فالعقل يتوقع أن هذا إلى الآن نهار، فعشان شي بعض الناس لما يصحون الصبح يقولك أحس كأني ما رقت عدل. ليش؟ يكون الإضاءة في غرفة النوم قوية، لازم تكون إضاءة وايد 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 خفيفة، والأفضل يكون مظلم عشان العقل خلاص يروح في الريلاكسيشن والاسترخاء ويفهم أن الليل ويبدأ يشتغل ويجدد في الجسم. جميل دكتورة، بس نذكر بسؤال الحلقة اليوم. سؤال اليوم وايد سهل. شو سؤالنا يقول؟ ما هي المشاكل الأكثر شيوعا مع أسنان الأطفال؟ رقم 1 تسوس الأسنان، رقم 2 نزيف اللثة، أو رقم 3 الصبغات على أسطح الأسنان. ابعثونا الإجابة على 4006. بنسحب على نهاية الحلقة وجائزتنا 500 درهم وفي جوائز أكبر بعد على السوشيال ميديا. دشوا السوشيال ميديا ما شاء الله، يعني الثقافة عالية عند الناس، كلهم يجاوبون الإجابة الصحيحة. لا في حد يغششهم؟ ما أدري، يمكن أنت، يمكن ما أدري، أنا ما أقول السؤال. أنت عندك الجواب. يقول دكتورة على موضوع النوم، النوم شو يقول؟ النوم سلطان. أي والله. زين الحين اللي ما يرقد في رمضان شو بيستوي به؟ أنا بقول شو يستوي به؟ يستوي له إرهاق وتعب، عيونه تستوي حمراء، ويعاني من قلة النشاط وما يقدر يركز. وحتى واحد من أسباب الحوادث في رمضان، ترى الصيام ما يسوي حوادث محمود، قلة النوم هي اللي تسوي حوادث في رمضان. الناس تقول لك الحوادث تزيد عشان الناس صايمة، ما لخص الناس صايمة، بالعكس ترى الصيام يزيد عقلك حدة، يعني يخلي عقلك صافي أكثر للتفكير، عكس ما تكون أنت ماكل. فالصيام ما يأثر على القيادة أو على التركيز، ولكن قلة النوم. فبعد رمضان شو يستوي؟ ترى محمود شو يستوي؟ إحنا شهر كامل ما ننام عدل. بعد رمضان بعد الناس تلاقي تقول لك أنا بعدي تعبانة من رمضان، هو مو تعب الصيام ولكن تعب قلة النوم، فيحتاج الجسم مدة لما يرجع ويرجع نمط النوم العادي، خصوصا ليلة العيد الناس ما تنام أبدا ليل الصبح مواصلين، فما نبغى مواصل ليلة العيد هذا والناس الصبح يكونون منتهين خلاص تعباني. خلي النام يا جماعة، حرصوا أنكم تخلصون أموركم في رمضان وتنامون ليلة العيد عشان تصحون العيد صباح العيد نشيطين مبتسمين وفيكم طاقة تسلمون وتروحون وتزورون وتاكلون. أهم شيء تأكلون. العيد كل أكل. إنزين دكتورة في رمضان في وايد عادات سيئة نحن نسويها. خلينا نقول غير صحية. يعني. عشان الناس ما تزعل. سيئة. طيب.
إنزين خاصة في موضوع الأكل تكلمنا وايد على هذا الموضوع، ولكن شو عن السلوكيات اللي الواحد مفروض أنه يتبعها في رمضان، أو أنه ممكن يعززها في رمضان، أو ممكن أنه يبتدعها في رمضان؟ سلوكيات زينة؟ هي. طبعا أول سلوك صحي ممكن واحد يتبعه في رمضان أنه يتخلص من سلوك سيء، مثلا المدخن وقف تدخين، اللي يشرب قهوة يقلل شرب القهوة في رمضان، تنظيم وجباتنا في رمضان، تنظيم الوجبات جدا جدا سهل. ليش؟ قهوة يعني قهوة؟ القهوة سواء كان قهوة أجنبية يعني لاتيه وأصدقائه، أو القهوة العربية، كل أنواع القهوة، كل ما فيه كافيين. فأفضل أفضل طريقة يعني أفضل استغلال رمضان أنك تقدر تنظم أكلك. ليش؟ لأن أنت طول النهار مثل ما نقول ما تخربط في الأكل، ما في أصلا أكل، فأنت ملتزم أنه لازم أول شيء رح تأكل رح تكون وجبة. فنظم أكلك في رمضان، استغل بين الفطور والسحور تنظم أكلك. وإحنا عندنا ما شاء الله كل يوم أخصائيين تغذية موجودين يعطيكم نصيحة عن كيف تنظيم أكلكم. فالناس اللي طبعها مثلا الطوف وجبات رئيسية بالعادة تخربط وايد في الأكل، شيبس كاكاو عصائر بين الأكل، فرمضان هذه فرصة ذهبية إنكم أنتوا تنظمون أكلكم، تلتزمون بالوجبات الرئيسية، بالتالي خف وزنكم ويكون نظامكم صحي أكثر، بس بشرط نلتزم فيه خارج رمضان. طبعا شرب الماء، يعني محمود ترى الأكل عندنا ما عندنا مشكلة وايد كبيرة أحيانا، بس الماء الناس تقصر في الماء وايد في رمضان. فيا جماعة اللي يحس عمره ما يقدر يشرب وايد ماء، مثل ما تقول دكتورة وفاء عايش ألف تحية لها، لما تقول الحين السياسة شو تقول؟ سياسة الغذاء eat your water، يعني الماء مو بس نشربه ولكن عن طريق الطعام، يعني خذوا الفواكه والخضروات والشربات الغنية، تكون غنية أوريدي بالماء، فتتشرب سوائل من أكثر من مصدر. لأن الناس تقولك أنا الماء وايد يلوع كبدي، فما نشد، لا تأخذون عصائر، خذوا الفاكهة مثل البطيخة. البطيخة حين بارد وصيف، أنتوا صيام الله يسامحني قاعد أقول لكم بطيخ بارد، فالبطيخ مثلا والشمام غني بالماء، شربوا شوربات وايدة في غنية بالماء، الخضروات غنية بالماء، الخيار والخس، فعوضوا الماء من أكثر من مصدر عشان ما يسوي عندنا جفاف في رمضان ويكون بالتالي الصداع والإجهاد. زين، اللي يرقد ساعتين في اليوم يوم السبت يرقد 9 ساعات نومه صحي ولا لا؟ طبعا لا، لا. لا. النوم اللي يطوف ما يتعوض. هي والله اليوم ثاني صح، اي تنظيم والطوس بكل ما ادري هذا والطوس اظن الطوس ما اعرف، المهم بكل مكان بالسفره، المهم معناته رقد عدل ولا ياثر عليه، واللي يرقد 4 ساعات الصبح ويكمل عدد ساعات النوم الظهر، هذا بعد قالت الدكتوره غلط. طبعا الاجابات ناخذها على 4006 فقط على السوشيال ميديا يا جماعه الخير، ما في اجابات، طرشوا لنا على 4006 هناك الاجابه الصحيحه مع الاسم الثلاثي على سؤال المسابقه اللي يقول بسرعه سريع دكتوره، يقول ما هي مشاكل اكثر شيوعا مع اسنان الاطفال؟ رقم 1 تسوس، رقم 2 نزيف، رقم 3 صبغات على اسطح الاسنان. فاصل وراجعين. صحه وسعاده سعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. قبل الفاصل كنا طرحنا سؤال المسابقة لليوم، الفائز فيها بيحصل على 500 درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي، وقلنا على الأسبوع القادم إن شاء الله ما نتصل فيكم واحد واحد ونخبركم كيف تستلمون هذه الجوائز. دكتور شو السؤال اليوم يقول؟ سؤالنا ما هي المشاكل أكثر شيوعا مع أسنان الأطفال؟ رقم 1 تسوس، رقم 2 نزيف، رقم 3 صبغات على الأسنان. طرشوا الإجابة على 4006 مو على الانستغرام مع اسماءكم الثلاثية، وبنسحب على نهاية الحلقة على 500 درهم. طيب الآن يعني دائما في كل بيت بتحصلين فيه أطفال ويسون على الفطور، أول سؤال صايم اليوم؟ صايم يقولك هي هو ما أكل ما أكل، هو مسكين ترى هو صايم عند من 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 الغداء لين الحين. هي زين صايم من اخر ما سوت ام الجيك البنت لين الحين. ايه لا اللي ضحكني عندي شو اسمه بنت اخوي صايمه يا حليله هي، شو اسمها؟ خلينا نسوي تحيه لها. زين شو تبغين في اسمها؟ عشان نقول حور، حور يعقوب. حور انا بعد عندي حور في البيت بنت اختي، تحيه للحوريات. ايه فسايره المدرسه الصف كله فاطر الا وحده هي وربيعتها مسكينة. زين فقامت جلست عندها، وهناك البنات يغيظونها الصغارية، ما شوفي يا سناكل وناكل وناكل، يعني البيت حرام. تصيح يقول كلهم فاطرين، ليش فاطرين؟ أنا أصوم حرام. زين فهذا موضوع اليوم أتكلم عنه
مع الدكتورة أسماء جاسم استشاري أمراض الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال في مستشفى دبي. صبحك الله بالخير دكتورة. صباح النور والسرور. وأيضا معانا الدكتورة فاطمة خروصي أخصائية التغذية السريرية. يا هلا فيك. صبحكم الله بالخير والنور ونور الاستوديو وحياكم الله. الله يحييك. الله يحييك. دكتورة أسماء أول شيء نتحدث عن أسباب إصابة الأطفال بمرض السكر وشو الفئة العمرية الأكثر إصابة. بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا على الاستضافة. بالنسبة طبعا مرض السكري عند الأطفال الأكثر شيوعا هو النوع الأول. طبعا السكري يعني في انواع عديده ويمكن اكثرها شيوعا اللي النوع الاول والنوع الثاني اللي يصاب الاطفال غالبيا او نقول اللي هو النوع الاول واللي سبب نقص الانسولين لان الانسولين هو الهرمون الرئيسي اللي ينظم نسبه السكر في الدم. فالنوع الاول سبب نقص الانسولين. الحين ليش يكون نقص الانسولين او لماذا يصاب هذا؟ في عده عوامل ليس عامل واحد يعني ما في سبب رئيسي. هناك عوامل بيئيه هناك عوامل مناعية وهناك استعداد وراثي. صحيح. فمثلا العوامل البيئية لو تكلمنا عنها لاحظوا الدراسات الناس اللي أصيبوا مثلا بالنوع الأول كان عندهم أيضا نقص فيتامين دي ما كان عندهم مثلا رضاعة طبيعية كافية. طبعا هذه يعني أسباب بس مش يعني مش قوية بالأقوى منها العوامل يمكن الاستعداد الوراثي والعوامل المناعية. الاستعداد الوراثي نقول ان احنا النوع الاول هو مش مرض وراثي بس في استعداد وراثي ومعناه ان العوائل يكون عندهم اللي عندهم سكر عندهم جينات معينه تخلي الاشخاص اللي في هذه العائله اكثر عرضه للاصابه فيه بس مش اكيد راح يصابون فيه. اذا اكيد راح يصاب فيه يعتبر مرض وراثي لكن استعداد وراثي انه عنده قابليه اكثر من اي شخص اخر برا العائله انه يصاب بالسكر. صحيح. والعامل المهم الثالث اللي هو العوامل المناعيه ان احنا عندنا الجهاز المناعي في الجسم يبدا لسبب ما يبدا يهاجم خلايا الانسولين اللي هي الخلايا اللي تفرز الانسولين في البنكرياس خلايا بيتا سيل. وطبعا لما يبدا يهاجمها فتبدا كميه الانسولين تقل الى ما ان تضمحل تماما وتموت الخليه فقط انها من يعني الخليه اللي تفرز الانسولين ما تكون موجوده. طبعا بس ابغى انوه على شيء واحد لان معظم الميون الاهل يقولون ها دكتوره عندي يعني البنكرياس ما يشتغل. لا مش البنكرياس ما يشتغل البنكرياس عضو عنده مئات الوظائف واحدة منها إفراز الإنسولين هو فقط وظيفة هذه الوظيفة يعني اللي تراحت لكن الوظائف الأخرى موجودة. صحيح. جميل. أنا بقرأ بعض الرسائل دكتورة يمكن الناس تتفاعلوا في موضوع النوم شوية معانا فيقول محمد البستك يقول حالي من حالك عيست تنظم ما شي فايدة. في حد يقول هني ولدي شاي الأكل وياكل ولما تسأله صايم يقول إيه صايم عمره سنة ونص مسكين وصايم بالنية. تقول كنت أفكر أصوم بنتي حور من الساعة 4 إلين الفطور هل تعد هذه ساعات طويلة؟ هذه بنوجهها حق 8 سنوات. شو رأيك؟ من الساعة 4 تقصد وين؟ الساعة 4 العصر. العصر لين يعني صومها 4 و 5 تسوي ولا تاكل. طبعا هو بالنسبه للاطفال 4 سنوات عمرها 4 سنوات يعني لا 8 سنوات عمرها 8 8 سنوات. هو شوف احنا نسميهم في مثل ما قالوا قبل الاوليين صيام العصافير يعني نعودهم تعويد. طبعا التعويد ما يكون بالكره تعويد. صحيح. على حسب ما الطفل والطفل يشجع سبحان الله اذا شاف العائله كلها كبار ولا صغار كلهم صيام من الحاله انا اول شيء ابتدي اياها بالوقت اللي هي تقدر عليه. في اطفال بتدون بدايه الصبح لحد الظهر بس شرط انه يكون ما عندهم مشاكل مرضيه ما عندهم فقدان في الوزن ما عندهم مثلا اكل طبيعه اكلهم تكون صحيه مش انتقائيين ياكلون اكل معين وقليل من البروتين او اي بعض المغذيات الاساسيه مش موجوده. هاي ممكن احنا نخفف من موضوع ان عليهم الساعات. اما اذا كان اطفال صحيين وطبيعيين ويتحركون نخليهم ياكلون عاده الفتره اللي هم يبونها التعويد بس كل مره شرط ان انا ازيد ساعه. والشيء الثاني ما احاول اخلي الطفل يمارس اي نوع من الرياضات خلال هالفتره عشان ما يستوي نوع من هبوط الهبوط. يقول بنت اخوي تقول التمر مفيد للصايمين وتاكله كل شوي لانها صايمه. شعيب ان شاء الله بين الفاصل بنجاوب على سؤالك كيف نعرف ان الطفل فيه سكر. هذا سؤال يعني نحن حاطينه عندنا لكن سبحان الله سبقونا سلامه. نعم. فبالنسبه للسكر
طبعا السكر النوع الأول لا يمكن أن الأهل مثلا ما يعرفون أن الطفل عنده السكر، يكتشف بسرعة لأن أعراض ارتفاع السكر عند الأطفال النوع الأول يصير عندهم الأطفال تبول كثير، يصير عندهم عطش كثير، الطفل اللي يكون خلاص اتعود أنه مثلا ما يلبس الحفاظة ومتعود أنه يكون ناشف في الليل يبدأ يصير عنده تبول ليلي لا إرادي طبعا، ونشاطه يقل، وزنه يقل، ممكن في بعض الأحيان تكون حتى شهيتهم زيادة على الأكل بس الوزن يقل. هاي كلها علامات زيادة السكر وتخلي الأطفال إن الأهالي يتوجهون إلى أقرب طبيب. طبعا بالعكس غير عن النوع الثاني من السكر، لما تكون الأعراض بسيطة فما يلاحظونها، فممكن المريض اللي في النوع الثاني أي أو أول مرة يشوف طبيب يكون أوريدي عنده مشاكل وايد أو عنده مضاعفات صايرة، لكن عادة المريض النوع الأول اللي الواحد يقدر يكتشفه بوجود هذه الأعراض إنه يروح طبعا أي طبيب أطفال أو طوارئ بهذه الأعراض، غالبا إن السكر راح يفحص. فالأطفال اللي عندهم هذه المشاكل في خلال تقريبا نقول من أسابيع أو أيام أو أسابيع إنه ممكن ما تطول الفترة أكثر من أيام وأسابيع بهذه الأعراض ويكتشف إنه عنده المرض. ممتاز. ممكن بعد يكون في شغلة ثانية أن تلاحظ الأم أن الطفل عنده نقصان في الوزن وجفاف في الجلد، هذا بعد سبب يخلي الأم تستغرب ليش طفلي أنا كان متعود أن جسمه طبيعي وكل شيء وفجأة يستوي عنده شحوب عنده نقصان في الوزن بالطريقة هذه، فهذا بعد سبب مهم. دائما الأمهات دائما أول شيء يقولونه أو يلاحظونه أن إحنا عيالنا لاحظنا عليهم نزل الأوزان في هالفترة. ممتاز. إحنا بنطلع فاصل، بس قبل الفاصل بنذكر بسؤال مسابقتنا، ما هي المشاكل الأكثر شيوعا مع أسنان الأطفال؟ الجواب الأول تسوس الأسنان، الجواب الثاني نزيف اللثة، أم السؤال الثالث صبغات على أسطح الأسنان. طرشون الأجوبة على 4006 مو على الانستغرام مع اسماكم الثلاثية، وبنسحب على نهاية الحلقة. رقم التواصل معنا إذا عندهم أي سؤال للأطباء الموجودين معنا في الاستوديو 600551414 فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هي الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للألام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبرعاية دكتور نيوتريشن. طبعا معنا في الاستوديو منو يعني اليوم دكتورة؟ معنا دكتورة أسماء جاسم استشاري أمراض الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال في مستشفى دبي، ودكتورة فاطمة الخروصي أخصائية تغذية سريرية. نتكلم موضوعنا الأساسي عن السكري الأطفال والصيام. طيب الحين بالنسبة للطفل اللي يعاني من السكر، أنا بتكلم عن الجانب التغذوي في هذا عند الطفل، دكتورة فاطمة شو لازم الأهل يتعاملون مع هذا الطفل؟ هل يخلونه يصوم ما يصوم؟ هل ممكن يصوم أصلا؟ ما أدري، أو شو هو النظام الغذائي المناسب له في رمضان إذا كان بالإمكان أنه يصوم؟ هو بالنسبة للأطفال السكر أو الأطفال اللي هم يعني مثلا حابين يصوموا مع أهاليهم، يفضل أن أول شيء قبل البدء في أو قبل ابتداء رمضان يعني يتابعون أي من العيادات اللي هي عيادة تغذية مع عيادة الدكتور نفسه اللي هو دائما يتابع عند الطفل هذا، يروح عنده بحيث أنه يحدد الجرعات، عدد الجرعات الدكتور وخصائي التغذية يشرح للأم ولا أهل بشكل عام اللي يعني خاصة العائلة مع الطفل بطبيعة الصيام. ممكن يكون الطفل تعرض لهبوطات، بس هاي الهبوطات هل كانت قبل رمضان عنده هالهبوطات يفضل الطفل طبعا ما يصوم فيها، لازم يكون الطفل منتظم في وجباته الرئيسية، تكون وجباته اللي هي متوازنة ومتكاملة صحيا تناسب نموه العقلي والجسماني والصحي والنفسي. الشيء الثاني يكون الطفل خصائي التغذية حدد له الكميات الكربوهيدرات المفروض يحتاجها الطفل بناء على الجرعات اللي هو ياخذها، اعطاء بعض النصائح والارشادات للطفل هذه قبل يعني هاي الخطوات تستوي قبل رمضان تهيئ الطفل إذا كان فعلا، ويكون بعد ما التعامل مع تيم العمل اللي هو في مستشفى دبي خصائي الدكتورة أسمى ومع الممرضات بحيث أنه يحددون الجرعات والكميات وهل هذا الطفل يناسب هذا الشيء ولا لا، ويفضل يكون بعد معدل تراكمي للسكر في المستوى الطبيعي، وأنه يعتمد أيضا على اللي هو بالنسبة للوجبات هل هي ياخذها بانتظام ولا لا. والشيء الثاني انه ما عنده المضاعفات الهبوطات قبل الصيام، في حال الطفل اصر والام حابة ان هي تبتدي وياه الصيام احنا نقول له ممكن
تعدل أول شيء الجرعات بحيث أنه تكون في المستوى الطبيعي. الشيء الثاني تحاول أن نحدد له الوجبات والكربوهيدرات المفروض يحتاج الطفل في كل وجبة، خاصة السحور والفطور، والوجبة اللي هي تكون بين السحور والفطور. كذلك بالنسبة للطفل حاولون يفحصون السكر قبل السحور بساعتين، وفحص السكر بعد الفطور بعد بساعة، نفس الشيء بالنسبة للسحور، ويشوفون احتمالية أن إصابة الأطفال بالهبوطات خلال فترة الصيام تكون من الظهر لين العصر قبل المغرب. فهالفترة لازم تكون أم حريصة على أن يكون ما عنده هذا الطفل أي نوع من الهبوطات اللي يتأثر عليه، بحيث أنه إذا في حال شافت أنه عنده أي نوع من الهبوط توقف الصيام على طول، تخليه يفطر. دكتورة أسماء، هاي يبني السؤال أنه متى المريض الصائم لازم ينهي صيامه ويفطر في رمضان؟ نعم طبعا مثل ما قالت اخت فاطمه ان لازم متابعه نسبه السكر خلال فتره الفحص. انا بس حبيت انبه ان احنا دائما لما الاطفال اللي يحبون يصومون الشيء هذا ما يبدا من فتره الصيام، احنا دائما نهيئ الاهل قبل فتره الصيام، يعني على الاقل قبلها يعني يمكن 6 أسابيع الى شهرين اذا هو حاب يصوم. فننبه ان الاطفال اللي حابين يصومون اذا هذا شو الاشياء المفروض تتبعونها عشان يكون صيامهم سليم وآمن. صح. أوكي. فطبعا نراجع معاهم إذا كان عندهم مشاكل مضاعفات من السكر، طبعا هذا ما بيكون يعني مو زين حقهم انهم يصومون. لكن اذا من تضمين على العلاج، اذا سكرهم التراكمي ممتاز الثلاث شهور الاخيره عفات شديدة، هني يقدرون انهم يصومون. وطبعا احنا نحدد لهم الجرعة، فنجلس مع الفريق كله مع الاهل ونحدد جرعات الانسولين اللي المفروض ياخذها. احنا عادة اللي نسوي ان الجرعة الانسولين اللي هي سريعة المفعول عادة ما تتغير، لانها تاخذ وقت الوجبة واللي هي بياخذها على الفطور وعلى السحور. لكن الوجبة الطويلة الامد او اللي احنا نسميه القاعدي، هذه تتغير، نبدأ بجرعة اقل، يعني نبدأ ب20% اقل من الجرعة الايام العادية وياخذها الطفل عند الفطور. وبعدين شو اسمه ونخلي الأهل يراقبون طبعا مستوى السكر خلال اليوم كل 3-4 ساعات وأكثر إذا استدعى الأمر. طبعا إذا صار في أي وقت السكر نزل مثلا تحت 70 هذا يعتبر هبوط. أنا يعني أنا أقول دائما نقول لهم حتى لو نزل 5 دقائق قبل أذان المغرب لازم تفطر. صحيح. لأن هني الحين أنك تعرض نفسك إلى التهلكة. فإذا كان السكر في مستوى طبيعي إنزين، لكن إذا كان السكر مثلا بين 70 و90 يعني في هذه الحدود، مفروض إنه يشيك مثلا كل ربع ساعة كل ثلث ساعة، إذا بدأ ينزل وفعلا ينزل فمفروض إنه خلاص ينهي صيامه. نعم. يقول هل التهاب الغدد اللمفاوية عند الأطفال تؤثر على الكبد وتسبب بالتضخم، وهل هذا الوضع خطير؟ طبعا التهاب الغدد اللمفاوية، الغدد اللمفاوية موجودة في جسمنا كله، فيمكن يقصدون الأكثر التهاب الغدد اللمفاوية، يعني إذا أنا أفهم من السؤال اللي هي الموجودة في العنق. فطبعا أي التهاب في المجاري التنفسية العليا سواء في اللوز في الإذن وهذا بيسوي انتفاخ في هذا الغدد، وانتفاخ يعني مؤقت من وجود بعد ما يروح الالتهاب يروح. لكن الحين إذا كان يعني إذا عنده تضخم في الكبد قد يكون أمراض أخرى، يعني مش الأمراض البسيطة العادية مثل نتكلم عنها الكحة أو الزكام أو كذي، لأن هذه عادة ما تؤدي إلى تضخم الكبد إلا في أمراض أو حالات نادرة. صحيح. في سؤال عندنا مستمع سليمان يسأل: السلام عليكم، بارك عليكم الشهر علينا وعليك، بغيت أسأل ما هو المعدل الطبيعي لنسبة السكر في الدم لدى الأطفال من 5 سنوات إلى 8 سنوات؟ المعدل الطبيعي للسكر، معدل السكر الطبيعي. طبعا معدل السكر الطبيعي للطفل هو نفس المعدل يعني للكبير، يعني احنا نقول مثلا الطبيعي مفروض يكون بين 70 و130 في هذا يعني خلال يعني صايم، واقل من مثلا 180 بعد فترة الاكل بعد ساعتين بعد الاكل. صحيح. طيب سؤال، شيء الجهاز اللي ينحط في اليد اظن حق مرضى السكري، هل هذا الجهاز يفي بالغرض عن الابر؟ طبعا هذا الجهاز اساس النوه انه ما يقيس نسبة السكر في الدم. احنا لما نتكلم عن الجهاز العادي اللي هي الأجهزة الموجودة في البيوت اللي تقيس السكر في الدم، هذا يقيسه تحت الجلد. فالوسط غير،
احنا ما يعني هذا في تحت. فطبعا اللي يستوي تحت الجلد يستوي يعني مثلا السكر لما يكون عالي في الجسم بعدين في الدم بعدين ينتقل الى تحت الجلد. ففي مثلا فتره لاج في فتره زمنيه مفقوده. صحيح. اوكي. فبالتالي هو مثلا نقول ان احنا اذا كان السكر في الجسم طبيعي ومستواه اوكي القراءات غالبا نقدر نعتمد عليها، لكن في حدود اذا في هبوط او في ارتفاعات سكر لازم يشيك عن طريق الدم يتأكد. يعني احنا دائما ننبه المرضى اذا احتاج الامر تدخل، يعني لنا تحت 70 هبوط مثلا يحتاج تدخل انه بيعالج، لازم يعطي سكر زياده ويعطي عصير ويعطيها، واذا كان مثلا فوق ال 250 300 لازم يشيك الكيتون، اذا في اي تدخل بانسولين لازم يشيكه عن طريق الدم. هني يسأل كيف اعرف ان صار هبوط او ارتفاع في السكر، يعني هل هي الاعراض نفسها؟ الأعراض الهبوط طبعا هي دائما احنا نقول الأعراض الهبوط وهي مو أعراض عامة، ما في يعني مرض تشخيص أو عرض معين يقول لك خلاص 100% هذا عنده هبوط. بصفة عامة أعراض الهبوط الشعور بالتعب بالإرهاق آلام بالبطن بالتعرق ضربات القلب السريعة، هذه تكون الأعراض الهبوط. أعراض الارتفاع تكون لا يعني مو نفس الشيء، في ارتفاع في البطن ممكن يكون في استفراغ الرجفة بعد. نعم ممكن الرجفة، فهو يعتمد يعني هي يعتمد وطب عادة الأطفال المعينين أو الأشخاص تصير عندهم عادات معينة، يعني في هذا مثلا يصاب بنوعين أو ثلاثة بس من هالأعراض ما تصيب فيه ما يعني الأعراض الثانية ما تستوي له، بس إن إحنا بعد ما يعني إحنا نشوف الأعراض ونشوف نسبة السكر ممتاز. في الدم. دكتورة في سؤال يقول هل ينتقل السكري بالوراثة من والدي الأبناء؟ ها جاوبنا عليه، بس منو أكثر من الأب ولا من الأم ينتقل؟ من الأب. يا حليلي يعني إذا الأب عنده إذا لحظة الأب لحظة. هذه دراسات هذه مو طلع يعني الحين كلام الدكتورة كلام الدراسات اللي سواها ريال لا إذا كان إذا كان الأب مصاب بالسكري النوع الأول فاحتمالية إنه ينقله لطفله أعلى من إذا كانت الأم مصابة بالنوع الأول. طبعا إذا الأم والأب مصابين طبعا السلزي الأب من وين يا السكري؟ من أبوه. هو نفسه من وين يا مو من حرمته من أبوه النوع الأول. احنا قلنا دكتور هني كنا نتكلم نحن عن الأعراض الخاصة بالأطفال، في من يعني شو نسوي نحن إذا شفنا طفل يعني يتنوبة السكري هذه؟ أنا اللي أشوفه يعني كذا موقف صار إنه كانوا يعطونا شوكولات ولا يعطونا شيء معين، شو المفروض يسوون؟ يعتمد على القراءة للسكر، إذا كانت الأم فحصت السكر وشافته أقل عن 70 50 60 هذا طبعا تحاول الأم أن تعطيه بالنسبة لل يعني الأطعمة أو الأشياء السوائل المحلاة مثل العسل التمر الأشياء عشان ترفع السكر. أما إذا كان 70 80 يعني في حدود إن بداية الهبوط إحنا ما له داعي إن تعطي التمر أو تعطي العصائر اللي بسرعة ترفع السكر، لأن احتمال ترفع السكر بدرجة عالية. تحاول تعطي أي وجبة خفيفة تحتوي على 15 جرام. طبعا هاي إحنا نفهم الأم في العيادة كيف شو أنواع الوجبات اللي تعطيها في هالفترة وشو الفترة اللي تعطيها قبل إذا كان هبوط حاد. إذا كان هبوط عادي تعطي وجبة قيمتها الغذائية أو نسبة الكربوهيدرات فيها تقريبا 15 جرام مع أي نوع من المتابعة كل ربع ساعة تحاول تقيس السكر وتشوف هل ارتفع ولا لا. نفس الشيء بالنسبة إذا كان الهبوط أقل عن 60 أو 50 هاي معناته هبوط حاد، تحاول ترفعه بنوع من العصائر أو تمر أو أي نوع اللي هو سريع المفعول في هالفترة. زين كاتبي لي خلك محايد أستاذ محمود إن شاء الله، في لأن الأكثرية حريف الأستاذ محمود لازم يقولون الأب. زين أبغى أخبركم عن دراسة ثانية عيال، هذه في 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 دراسة تقول أن الذكاء عند الطفل ينتقل من الأم إلى الطفل. أنا ما عندي مشكلة في هاي الدراسات، بس السؤال منو اللي يسوي هاي الدراسات؟ ريال تذكر دراساتنا ما كل يوم تلاقي كل أسماء الدكاترة ريال ما في حرمة. زين عشان بس ما يعني عشان يمكن سانس حمود ان الام المصابه بالنوع الثاني من السكر فتره الحمل، بس عشان اقول الجنين اللي بتولده بيكون اكثر عرضه للاصابه بالسكر من النوع الثاني في المستقبل. يعني متوازني. زين هل طريقه اخذ الانسولين عند الاطفال يختلف باختلاف نوعه مثل بالابره وبالحبوب؟ في عندنا مكالمه. طيب بناخذ هذه المكالمه ومداخله من مشاهد
وبنذكر بسؤال مسابقة اللي باجي عليها خمس دقائق وأيضا من جاوب على هذا السؤال. مرحبا أبو شهد، اختصر بارك الله فيك. صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالنور والسرور. الله يسلمك. الله يحفظكم. أنا في عندي بنت عمي صغيرة عمرها 9 سنين وصار فيها سكري. طبعا ما عم تلتزم بالأكل والسكر بيظل مرتفع عنده، يعني أي نوع من السكر؟ 400-300 الأول، نوع الأول. النوع الأول نعم. وهي دخلت طبعا يوم صار معها السكري طبعا ظلت، يعني هي كان حلقة بوجعها وطبعا تشرب مي كثير، وأهلا ما حس عليها إلا يوم خلاص طاحت ودوها مستشفى لطيفة. ودخلت المستشفى تقريبا أسبوع بالعناية المركزة، بعدين طلعت، بعدين حين ما تلتزم بالأكل خالص والسكر بيظل عنده مرتفع، شو يسوي بهالحالة؟ الحين بتسمع الدكتور يقول لك. تسمع الجواب. تسلم يا أبو شهد. جزاكم الله خير. مرحبا. حياك الله أبو شهد. حضرتك جاوبت على السؤال أصلاً، يعني إن هي ما تلتزم. السكر مثل أي مرض ثاني، ما هو لازم التزام. إحنا إذا ما نأخذ العلاج أو ما نلتزم بالهذا ما نقدر نقول إن مثلاً الضغط ما ينزل. طب إذا أنت ما تأخذ الدواء وتظل تأكل الأكلات اللي فيها مثلاً نسبة الأملاح وشاع عالية، فأكيد الضغط مثلا. ونفس الشيء السكر يعني مرض السكر يحتاج أن أسلوب حياة معين، يعني أسلوب حياة، وهو أسلوب حياة صحي، مو لأن الطفل عنده النوع الأول، لا، هذا مفروض يكون أسلوب الحياة لكل جميع أفراد العائلة. جسمنا يفرز الإنسولين وقت الأكل، يعني طبعا إحنا دائما عندنا إنسولين موجود في جسمنا حتى لما نكون صايمين، بس في فترات، بس كميات بسيطة جدا، ويفرز كميات أكثر وقت الأكل. صحيح. فطبعا إذا بتاكل وما بتاخذ إنسولين السكر بيرتفع، وإذا بتاخذ إنسولين وما بتاكل السكر بينزل، فهذا طبعا لا يمكن يؤدي الى ان يعني ان الكنترول يكون اوكي. فاهم عامل في عوامل الالتزام او عوامل النجاح معالجة مريض السكر، ان مبدئيا الالتزام بالاكل، بمواعيد الاكل وبجرعات الانسولين. طبعا انا ادري ان ساعات الامر يكون صعب لان الطفل، فعشان كذي نقول احنا لازم ان العائلة كلها تتعاون، يعني مش صحيح. يختلف باختلاف نوعه مثل الإبرة او الحبوب. النوع الأول ما يتعالج إلا بالإنسولين. النوع الأول اللي هو سكر الأطفال، اللي عادة نقول اللي هو سكر النوع الأول، علاجه فقط للوقت الحالي فقط بالإنسولين. طيب. ما الحبوب. طيب هذا سؤال حقك أنت دكتورة ندى، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبارك عليكم، أنا أعاني من الكحة، يكاد القحة زي من الكحة، هلكت من الدول لدرجة متلعوزة، أعاني ألم في ضلوعي وخصري. اولا الكحة عرض لا يمكن السكوت عنه، يعني ما في شيء اسمه كحة تم عندي شهور وانا اسكت عنها واقول ما علي كحة عادية، لا، في تاريخ مرضي وايد طويل. هل عندك حساسية ولا لا؟ هل في حرارة؟ هل في فقدان في الوزن؟ هل في تعرق في الليل؟ هل في سفرتي مكان معين؟ هل انت اصلا عندك حساسية من شيء معين؟ هل يبتي حيوان جديد؟ انتقلتي مكان جديد؟ وايد في اسئلة. ولكن شو يعني يبتي حيوان جديد؟ يعني في ناس مثلا يبقى مثلا ارنب او بغبغاء في البيت يقول لك والله لا ما عندي حيوان بس عندي ارنب. الارنب ما يعتبروا الناس حيوان، يعتبرونه كيوت يعني، وحتى الببغاء. بس ترى الارانب والطيور تسوي حساسيه فظيعه، الريش الصغير مالهم ما نشوفه ولكن وايد يسوي حساسيه. اختي تعالي العياده خلينا نسوي تحليل نشوف الكحه من متى عندك ونسوي تحليل دم، والف سلام عليك. اهم شيء ببغاء. بغاء بغيت اقول اسم المحل يعني قلت ما ينفع. اي زين، قياس السكر بعد الفطور بساعتين صح؟ هذا شلون ممكن اعرف كأم لطفل عنده سكر انه جاي انه هبوط او ارتفاع، مثلا لو صار دوخه او ترجيع، هل قبل نفكر في اصابتي لفيروس مثلا، اسوي له فحص السكر المنزلي مثلا، قياس السكر هذه لا هي وحده ثانيه، هل كثره اكل الحلويات يزيد من اصابه الطفل بالسكري؟ ها فاطمه. بالنسبة طبعا الزيادة في السكر، إذا كان الطفل صايم أو أنه مثلا خذ وجبة الرئيسية سواء الفطور أو أي وجبة رئيسية خذها بالكمية اللي حددت لها أخصائي التغذية، شو يصير؟ أنه بعد ساعة الأول تلقى الطفل بعد مرة ثانية يبتدي يأكل شيء، أشياء بسيطة مثل شوكولات، مثل نوع من أي نوع من الأطعمة متكررة، يعني وجبات بعد متكررة بعد الوجبة الرئيسية. هذا شيء طبيعي أنه كل ما كثر من هاي الوجبات المتكررة بعد الوجبة الرئيسية كل ما زاد
زاد عنده ارتفاع السكر وزيادة الوزن. فعشان شيء تحديد الوجبات وايد مهمة مثل ما قالت دكتورة أسبة، الوجبات الرئيسية وبين الوجبات. طبعا الطفل أصلا يحتاج أحيانا على حسب تقدير أخصائي التغذية للطفل، لأن احنا نعتمد على الوزن، على نوع أو جنس الطفل، يعتمد على النشاط الحركي للطفل، وأيضا نعتمد على الجرعات اللي يأخذها الطفل. هاي كلها أساسية بأخصائي التغذية عرفها أول شيء من الدايتستر للأطفال، ومن ناحية المرض أو الجرعات، عشان يحدد له كم الكميات اللي يأخذها في الكربوهيدرات، وفي نفس الوقت كم عدد الوجبات والوجبات الخفيفة بين هاي الوجبات. ممتاز. طيب نحن كل شيء نحطه على الظروف الرعين. طبعا صار في conversation ما بين الرجل والمرأة والعنصرية وما أدري كذا، فيا جماعة الخير ما عليه، يعني كلني يكمل الثاني. ها دكتورة صحيح. زين محمود صدق ليش ما تجيبون دكاترة كل الدكتورات يعني؟ ها لا لا يبنى ما شاء الله. صبري أنا بس بعطيك حين من الآخر. 70-80% من اللي موجودين عندنا في هيئة الصحة بدبي هم من العنصر النسائي، وأيضا نحن في حكومة الإمارات نطمح أن يكونون كم 50 ولا 70%؟ 90%. لا فضفوك يا محمود. زين شيء غبار عندنا في السعودية كذا كذا كذا. دكتورة إذا كان لابد الطفل يأكل حلويات في منتجات مخصصة لمرض لمرض السكري ممكن يأخذونه، بس هل تنصحون فيه أنتو كدكاترة؟ لا. ليش؟ لا ما ينص. أول شيء ما في شيء اسمه أكل سكر يعني في الأطفال. إحنا نقوله في اسمه أكل صحي، اللي هو أكلنا العادي بس بطريقة صحية. مبدأ إن أكل السكر هذا إحنا يعني المسمى هذا مفروض يروح في يعني. الجامعات بس موجود أرفف لمرضى السكر. نعم. مكتوب عليه. نعم بالعكس، يعني الأفضل إن يعني السكريات هذه المحلاة تخلي الواحد بعده متعود على الطعم الحالي الوايد. هو الهدف إنك أنت تخلي الإنسان مفروض إنه يتعود على الأسلوب الصحي، إنه يأكل السكريات البسيطة بكميات اقل. صحيح. فبالتالي ان احنا ما نشجع، يعني اللي نشجع عليه انه ياخذ مثلا من هاي السكريات بكميات بسيطه، ويفضل انه ياخذ السكريات على انها تكون سكريات معقده على اساس انها تكون سهله الهضم وما ترفع نسبه الانسولين لنسبه عاليه. صحيح. فهذا اللي احنا نحبط له. طبعا هي موجوده في الجمعيات هذه، ما احنا نقول يعني ما نقول انها لا هي ممنوعه، لكن غير محبذه وخاصه في الاطفال الصغار. صحيح. طيب برنامجكم مفيد وبطريقه حلوه بالسوالف والضحك. شكرا لك دكتور اسماء. شلونك حبيبتي؟ احبك. زين قلب على الجنس الريال طول بالك. لازم اولع مرات عسى نشوف الاراء المخفيه خاصه في الذكاء. ترى وشو قال بما ان هي تورث الذكاء فاذا بطبيعه الحال بتورث الغباء للطفل بعد. فردوا هذا. عموما كم يعني في اليوم يحتاج الانسان للسكر؟ من جاوب على هذا السؤال بس دكتوره خلينا نعلن اسم الفايز. اول شيء قولي لنا الاجابه والسؤال. الاجابه الصحيحه للسؤال ما هي مشاكل اكثر شيوعا مع اسنان الاطفال؟ الجواب الاول تسوس الاسنان. فازت معانا وفاء محمد الموسوي، الف مبروك. نتواصل وياك ان شاء الله الاسبوع الجاي عشان فزتي ب 500 درهم. كم يعني في اليوم يحتاج الانسان للسكر؟ نسبة يعني السكريات. أيه. طبعا نسبة السكريات تعتمد على عمر الطفل، يعني في نص السعرات الحرارية اللي ياخذها الطفل. مثلا نقول الطفل مثلا عمره 5 سنين، مثلا تقريبا السعرات الحرارية اللي ياخذها بحدود 1400-1500 سعر حراري. يعتمد على وزنه طبعا. أيه. الأخصائي التغذية شو تسوي؟ تاخذ السعرات الحرارية اللي هي يحتاجها بناء على وزن الطفل وجنسه. فبالتالي اذا فلنفرض ان الطفل خد تقريبا 1800 سعر حراري، هل 1800 سعر حراري انا لازم اطلع منها 50% قيمة الكربوهيدرات المفروض ياخذها، لان هي هاي الكربوهيدرات اللي شغال عليها تقريبا الانسولين. بالتالي اذا خذيت 50% تقريبا 900 سعر حراري، نص ال 1800 مثلا 900 سعر حراري. اخذ منها نسبة 50%، هذه بتكون تقريبا في حدود 225 او 250 جرام من الكربوهيدرات، تتقسم على الوجبات الرئيسية. رياضيات ولا عمره بيسوي لا شيء. والله بالعكس احنا لا والله بالعكس في امهات ما شاء الله عليهم يعني هم في يعني يجون في عياده التغذيه ويا الدكتور احنا نكون في تيم واحد يحفظون هالاشياء ونعلمهم عليها من اول جلسه. ممتاز. جميل. لحن الوقت ادركنا. زين عيسى اذا بتعطيني بس دقيقه باخذ نص دقيقه ماشي؟ يقول لك لا لا لا, 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 لا. زين يلا عاد. شكرا لكم دكاتره الدكتوره أسماء جاسم استشاري امراض الغدد الصماء والسكري لدى الاطفال. احنا شاكرين لك وجودك معانا. دكتوره فاطمه مشكوره، فاطمه الخروصي اخصائيه التغذيه السريريه. كنت ابغى اسالك عن التغذيه ما بين الرجل الكبار والصغار. هلا ان شاء الله ان شاء الله
يقول لك بسرعة. مشكورة مشكورة. شكرا لك محمود. شكرا لك وأيضا شكرا لك عيسى سبيل. لا تبرج بعينك كذا تزيغنا ونحن صايمين. وشكرا لك يا ميرة الخفلي. وايد نستانس يوم تكوني معانا في البرنامج. مشكورة يا ميرة. هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. شكرا لك ندى الملا. دكتورة ندى شكرا. وحتى نلقاكم في الغد إن شاء الله نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.